رسوب الجبنة؟ هنا لو سمحت. والبيتين؟ هنا يا ابني. هنا. أي أوامر تانية؟ ميسي. لا تعالى يا ابني تعالى، ما شربتش قهوتي بتاعت الصبح وحاتك قهوة كده سادة. ها؟ الله لا يسيبك. تحت أمرك. الله لا يسيبك. كولي كولي يا حاجة افطري، ما قلت لك مش هيعجبك. ايه يا هبة ده؟ هو ده الفطار؟ ده زي الفطير يا ماما بس اصغر شوية. وش الشيز ده يعني؟ دي جبنة يا ماما، جبنة. ده بقى يا حبيبتي بيتمسح بالجبنة كده، ايه على الوش وتاكلي يا حاجة. كولي يا اختي. اكل انا. ايوه طبعا يا استاذ علي، لاني ماسك الاكل بايدي. ها؟ لا عادي يا بابا. عادي عادي بالنسبه لي يا بنتي، بالنسبه لك انت لا. ها؟ ومع ذلك هاتي يلا يا سي، هاتي الشوكه دي يا وليا والقلم والمعلقه، هاتي السكينه. و برافو يا بابا. ايوه الجمال ده كده بقى بقيت محترم. ها؟ كده يا حاج انت محترم من غير الشوكه والسكين. يا وليه ما تزعقيش، حكيمي علينا الناس. انت فين في فسحه؟ الموضوع ملوش علاقه بالاحترام يا بابا. قولي لي بقى يا ست، انت عايزاني ليه؟ عايزه افتح مصنع. مصنع فابريكا يعني؟ ليه؟ بيرفومس رجالي وحريمي. احنا عندنا مشاتل وانا عندي كذا تركيبه لكذا بيرفيوم وبصدرهم لبره، ما انت عارف. اه بس دي يا بنتي مش محتاجه مصنع. يا بابا عايزه اكبر الانتاج، انا كل اللي بصدره بعمله بايدي انا والولاد. بص يا بنتي، انا فاكراكي جايبنا عشان عريس ولا عايزه تتجوزي، وبعدين مصنع ايه؟ هو انت ناقصه شغل؟ وفيها ايه يعني؟ ما انا ممكن اكون متجوزه وبشتغل في الشركه او في المصنع عادي يعني، هتفرق في ايه؟ لا عندها حق، عندها حق يا مهيبة. لا ما هو انت كلامك ده هو اللي مبوظ مخك. بقول لك ما تزعقيش. بقول لك ايه، خدي شوفي هاكلها دي ازاي. ده كده يا ماما كده. كل يا حاجه البتاتاتيب انت 10 عيالة. انت فين ياما؟ انا في الشغل، استني هدخل التواليت اكلمك منه. تواليت؟ انت جنبك حد؟ لا. انت كويسه ولا ايه؟ ايوه انا كويسه، بس اسمعيني. ما انا سامعاكي يا بنت انطقي. ساره. اشمعنى؟ حامل. يعني ايه؟ انا عرفت امبارح منها، لازم تروحوا لها النهارده علشان انا مش هعرف اجي. انا عايزه اعرف مواضيع اول اسبوع. جاهزه يا ايه؟ اهم اتفضلي. بالنسبه لي انا ما عنديش مواضيع غير اللي بيجي في فخرتي، وده مرتين في الاسبوع. غير كده ممكن استعين بالاستاذه سناء مرات شريف، مش كده؟ مرات شريف. ممكن استعين بيكي يعني اشتغل على شغلك. هو في الحقيقه لازم تتقال هنا، انا لازم اشكر الاستاذ حمزه على تعاونه معنا. كتير الجمعه الشوانه يا استاذ. نكمل يا استاذه سناء، ده كان فاصل اعلاني مش اكتر. اتفضلي. بجد انا بشكرك انت وايه، فعلا وجودك في البرنامج خلى اقوى. ميرسي قوي يا سناء، بس برضه يا استاذ حمزه لازم تبطل شتيمه وتحافظ على هدوءك. ازاي يعجبكم انه كسفنا كده يا استاذه؟ مش معنى ان هو اختلف معاكي ان هو كسفك. البرنامج هيمشي على كده على طول، احيانا هيتفق معاكم واحيانا كتير هيختلف. بس هو قال لي يا بهيمه يا استاذه سناء. ثواني بقى، انت كده شتمتي الاستاذه سناء. انا مش شتمتش حد. لا شتمتيها، انت قلت لها بهيمه يا استاذه سناء، وده اللي تم يا جماعه. انا بذكر مثال فقلت بهيمه يا استاذه ماهي. المشكله وجهه نظرك واضحه يا استاذه حمزه، بس برضو لازم تبطل شتيمه. الله، وهي بهيمه يا ايه شتيمه؟ ايوه بهيمه شتيمه، وحمار يا استاذ حمزه شتيمه. الله الله الله، احنا كبرنا هو عرفنا نتكلم. تلمستك. طيب يا جماعه، بعيد عن بقى البهايم والحمير والحيوانات كلها، انا محتاج اعرف اسامي كل الضيوف اللي انتوا هتجيبوهم الاسبوع الجاي ده كله، وبسرعه وفي اسرع وقت. ما تقلقش انا هبعتهم لك على الايميل. يا ريت بسرعه، مفيش وقت فارغ. طيب واللي ما عندوش ايميل؟ انا هكتبهم. بالتوفيق يا جماعه.
انا سامع ان البرنامج بقى قوي جدا. منين؟ مش فاهم حضرتك. سامع منين؟ القناة كلها بتتكلم يا استاذ. عموما بشكرك انت كمان، لكن مجهودك برضو في الاول. لا مجهود ايه بقى؟ ده البرنامج كله اتغير. ثانية واحدة يا جماعة بس تليفون. ايوه الو، انت فين يا ايه؟ في الشغل. طب خلصي شغل وكلميني ضروري، عايزاكي. ليه في ايه؟ سارة حامل. ايه ده بجد؟ مبروك، مش قلتلك ربنا هيرزقك يا بنتي؟ يا بنتي يا هبله بقولك سارة. طب ما انا بقولك ايه؟ مين؟ يلا ما انت هبله زي بقيتكم، جاتك نيل عليكي وعليهم. شله هبله. سارة حامل. يا نهار اسود. اهلا وسهلا، اتفضلي. شفتي على فكرة انا مش هكدب عليكي، انا ما كنتش ناوية اكلمك واكيد ما كنتش ناوية اجيلك، بس لما دخلت على السايت بتاعك وشفت اللي انت عاملاه عرفت انك شاطرة قوي. بس انا لحد دلوقتي مش فاهمة حضرتك عايزة مني ايه. انا شفت ادهم الصبح وبصراحة أنا واثقة ومتأكدة إن أنا أقدر أساعده، وعلى فكرة أنا مش هاخد من حضرتك ولا مليم. ميرسي قوي، بس أنا ما ينفعش أقبل حاجة زي كده. لا ينفع، أنا فعلا مش هاخد ولا مليم، أنا بس عايزة أدهم يشوف الدنيا بشكل مختلف. هو في ناس لسه موجودة كده؟ ميرسي على ذوقك، بس هو أكيد في ناس تانية كده. والله أشك. anyway أنا لما شفتك ارتحت لك، علشان كده هحكي لك حكايه ادهم. ادهم عنده 12 سنه، هو طفل طبيعي كان بيشوف لحد قبل شهرين. كان في عيد ميلاد واحد صاحبه والولاد بيلعبوا فاير ووركس، طار صاروخ ضرب في عينيه، صفى له عينيه الاثنين ودمر له الشبكيه. بس هو يقدر يشوف؟ ايوه، بس هو مش فاهم كده، مش فاهم انه ممكن تتعمل له عمليه، وكمان العمليه مش هتتعمل قبل 6 شهور، وللأسف نتيجتها كمان مش مضمونة. وطبعا هو يائس، ده باين عليه جدا. لا، والدكاترة من ساعة ما راح لهم المستشفى وهم بيضحكوا عليه ويقولوا له انه ممكن يشوف مرة تانية على طول. وطبعا لما جه يشيل الشاش من فوق عينيه اتصدم صدمة عمره، فبقاش بيصدق حد، وحالته النفسية اتغيرت. اصل ادهم يا حبيبي كان طول عمره طفل هادي وجميل، بس دلوقتي هو مش مظبوط. حضرتك عرفتي انا اقدر اساعده ازاي؟ تفتكري تقدري؟ هقدر. اوكي انا موافقه، بس انا لازم اقدم لك اي حاجه. انا مش عايزه اي حاجه. على فكره انا اسمي يسرى فريد وعندي وكاله اعلانات اسمها برو. انا بسمع عن الاسم ده طبعا. طيب احنا نقدر نبتدي من امتى؟ والله من بكره لو حبيتي. هاي يبقى اتفقنا. اتفقنا. احنا كده بقى متفقين مبدئيا على مضمون المجله. ممكن بقى كل واحده فيكم تقولي فهمت ايه ودورها ايه. انا همسك اسم التحقيقات والقضايا وهتكلم على الجانب النفسي للراجل، كل المشاكل اللي بتحصل له واللي بتحصل طبعا بسببه طول الوقت. وانا مبدئيا طبعت المجله وهعمل فلتريشن للايميل اللي هتجينا وهعيد صياغتها عشان نقدر ننشرها. الفكره دي عجباني قوي، ان الناس يبقى عندها فرصه انها تدخل في المجله وتكتب اللي هي عايزاه بمساحه كبيره. صفاء سوري، الداتا انتري مسؤوليتي وديزاين المجله. حلو قوي، وانا كمان غير المقاله اللي هكتبها كل اسبوع هكون معاكم في كل ده، يعني كل واحده فيكم من دلوقتي تعتبر ان معاها مساعد خاص. بس فاضل حاجه تانية، ايه رايكم ان كل عدد يكون لي رئيس التحرير مننا؟ يعني مثلا عدد انا، عدد هايدي، وهكذا. الله، حلو قوي الفكره دي. انجي هتبقى اول رئيس التحرير لاول عدد، حد عنده اعتراض؟ ايه ده؟ اولا انا اخر واحده دخلت على الجروب ده، ثانيا انا ما بعرفش. مفيش ثانيا، حد عنده اعتراض يا بنات؟ طبعا. خلاص كلنا موافقين. اولا انت الوحيده فينا اللي عملتي رئيس التحرير قبل كده في الجامعه، وانا محتاجه ان انت تمسكي اول موضوع. ثانيا بقى الموضوع ما فيهوش اي مجامله، وبعدين ما انا هكون مشرف عليكم كلكم. طيب دلوقتي انا عندي اوضه ما بستعملهاش في البيت هنا، فده هيبقى مقر المجله، ناقص بس شويه كراسي مكاتب الحاجات دي، فهنزل اجيبها بكره. المكاتب والفرش عندي، والكمبيوترز والكاميرات كمان عندي. خير.
شفتي بقى قد ايه احنا ناس جاهزين؟ جامدين جدا. تيجي نقرا الفاتحه على تدشين مقر مجله الرجل؟ البتاع ده طفى. ولع. بيطفي يولع على كيفه. اه يا اخي. المهم بيقول لك بقى في نص الفيلم الواد بعد ما عمل عملته مع البت خلع. جدع. اه جه صاحبه جاب له واحدة تانية. المهم برضه قصر رقبة صاحبه. جدع. حامي قوي حامي قوي حامي قوي. يا لهوي. اه بس بقول لك ايه، ينفع اللي انت عملته ده بذمتك دي رجوله يا فندي؟ محسن اخرس. اخرس؟ ماشي. طب طالما انت مش عايز بتقرجنا انا ليه في الاول؟ يا اخي مش عايز مش عايز مش عاجبك مش عايز مش قادر. ايه مش قادر؟ انت فيك مشكله يا ابني؟ بأمانة والله لو عندك مشكلة أو في أي حاجة قول لي أنا سرك. مش وقت تهريج يا محسن. تهريج إيه يا أخي؟ أنا اللي بهرج؟ والله أنت اللي بتهرج، عشان اللي أنت عملته ده ملوش أي علاقة بالرجولة خالص. افهم، افتح مخك وافهم. أنا مش هقدر أعرف واحدة تانية على هديل. آه يا أخي أنا اكتشفت إن أنا بحبها، بحبها قوي. آه ومش هقدر أبعد عنها ولا أسيبها. بتحبها؟ فهمت؟ ايوه. طب ما تقول كده بقى، ما دام انت بتحبها ما ترجعش بقى تعيط وتكاكي وتقول لي انا مش قادر استحمل. انا عيطت يا سيدي ما تبقاش تديني مناديل، لا هعيط ولا هشتكي وهستحمل. انت عارف يا سيف انا طول عمري بقول عليك ايه؟ والله انت اخرك افلام. افلام ايه؟ لا انت اخرك مجلات. اه والله. خلاص بقى يا عم محسن. افصل افصل. بص او افصل او يا سيدي. طب دلوقتي الفلوس اللي انت اديتها لغادة هنعمل فيها ايه؟ عادي اديتها لها عشان عيد ميلادها. الله، مش عايزهم يا اخي. الله عليك، اصيل اصيل يا اصيل يا ابن الاصول يا ابن الاصول. قطعت قلبي والله يا سيف، قطعت قلبي. سلامة قلبك يا حبيبي، سلامة قلبك. شايف القعدة دي ناقصها مين؟ آه. الواد خالد. اه والله، الواد ده فين؟ بقاله فترة، بقالي يومين بكلمه في التليفون، قافل تليفونه وما بيردش. خالد مين؟ خالد مين؟ أنا معرفش حد اسمه فوزي. صدق لايق عليه خالد. اه والله صدق. يا اخي السادة كنت قاعد مع الواد خالد امبارح، الواد خالد برضه كان بيجيب الصف عالي قوي. ايه المزيكا الحلوه دي؟ ممكن ادخل؟ طبعا. انا بقالي كتير قوي ما جيتش عندك. في حاجه اتغيرت؟ لا هو هو. انا محافظه عليه زي ما هو بس. المهم اللي ساكنه في البيت تبقى هي هي. هي هي زي المكان. متاكده؟ متاكده. انت كويسه؟ الله. غريبه قوي. ولا انا ايه اللي جابني عندك؟ يعني ايه؟ معرفش، حسيت بحاجه كده بتقول لي روح لساره محتاجاك. مش عارف، يمكن محتاج انا اسمع شويه موسيقى. بابا انا على طول محتاجاك، بس انا تمام. انت رايح فين؟ هروح بقى. مش عايز تسمع شويه موسيقى؟ لا انت سمعتيني اللي احلى من الموسيقى. طب استني انا هسمعك انا حاجه. يا ريت. ايه
معلش يا بنتي، ده انا بقالي كتير. تاني يا بابا. انت كمان يا بنتي. يلا انزل بقى. باي. يلا. انت فين؟ وده من امتى ده؟ أنا في مشوار كده وبعد كده طالعة على سارة. ليه خير؟ حصل حاجة؟ لا تعبانة شوية، هعدي أشوفها. صوتك ماله؟ ماله؟ ده أنا حتى كويسة. طيب أنا بس حبيت أقولك إن أنا جيت البيت بدري أهو وأنت اللي مش موجودة. أنا مش هتأخر. أنت إيه هتنزل تاني؟ مش عارف، يمكن. Anyways أنا هعدي عليها هطمن وهرجع على طول، يا ريت أرجع ألاقيك. طيب. باي. وحشتيني الفجر، بس قلت ما اكلمكيش واجي على طول. ايه ده؟ الحمد لله على السلامة. تعالي اقعدي. انت مش كنت قايله ان جايه بالليل؟ ما انا رجعت بالطيارة. اخبارك ايه يا سرسورة؟ وحشتيني يا بت. وانتي كمان قوي. ها؟ انبسطتي؟ جدا، سفرية موفقة جدا. والله طب حلو. اما انا امبارح اتعرفت على حياة الراجل يا سارة، تحفة. ما تقولي ليش دبلوماسي برضو؟ لا ده عند ابويا في الساحه التوتا. هتشربيني ايه؟ انا محتاجه اشرب كاس علشان عايزه احكي كتير. اشربي اللي انت عايزاه. هتشربي معايا؟ لا انا مش عايزه اشرب، هشرب قهوه. مش ساره اللي اعرفها قهوه؟ ماليش مزاج النهارده خالص. انا نسرت امبارح سهره شربتي كميه شرب وراستي كميه رقص، ما كنتش مصدقه نفسي خالص خالص خالص. ياه ده احنا سقنا قوي. طب احكي لي. ايه ده؟ هو في كده؟ يا عم انت فين؟ اهلا سيف، ازيك عامل ايه؟ يا ابني بقول لك مختفي فين؟ هقول لك بس وطي صوت القرف اللي انت مشغله ده. يا مؤاخذة، انت بتقول على الجو ده قرف؟ اتفضل يا سيدي. سيف انا حصلت معايا حاجة كويسة جدا، انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى انه خلاني اقعد مع الناس دي. ناس مين؟ ناس بتحب ربنا بجد يا سيف، وانا عارف انك محتاج تقعد مع ناس زي دي، وعارف ان محسن هيكبر دماغه. انا مش فاهم حاجه يا ابني، انت بتقول ايه؟ هجيلك بكره. طيب اوكي، هستناك في الغواصه بعد الظهر. لا لا انا مش هروح الغواصه، انا هجيلك المكتب. ماشي حبيبي براحتك، هستناك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واتبنى عليك جنن. علي الصوت بقى. أنا كنت جاي أتكلم مع حضرتك شوية يا طنط. أنت تيجي في أي وقت، البيت بيتك. هو حضرتك ليه ما جيتيش الخطوب؟ عماد قالي انك كنتي تعبانه سلامتك. لا ما كنتش تعبانه، كنت زعلانه ان انتوا ما قدرتوش عماد، وكان المفروض تعملوا جبنيوت. عماد مش قليل يا جان. عندك حق يا طنط، انا لو مكانك فعلا ازعل جدا، بس صدقيني انا المواضيع دي مش في ايدي، القرارات في ايد بابا. وانت مالكيش راي؟ ازاي ليا؟ طبعا، بس عندي حدود يعني ما اقدرش اتعداها، وبعدين انا مش شايفه ان الموضوع مهم قوي.
علشان اعمل مشكله مع بابا. المهم ان انا وعماد اتخطبنا، مش فارقه بقى حته الورقه دي. حضرتك فاهماني؟ فاهماكي. مش عايزه تقولي لي حاجه يا طنط؟ انت عايزه تقولي لي حاجه؟ في الحقيقه انا ما غصبتش عماد يعمل لي اي حاجه، يعني اي حاجه عماد بيعملها بيعملها علشان بيحبني وانا بحبه، واحنا بنحاول نتفق ونتفاهم على كل حاجه. وموضوع الشقه ده انا اتخانقت مع بابا عليه، بس هو قال لي كده عماد لو ما جابش شقه في مصر الجديده سيبي، وانا مش عايزه اسيبه، وعماد ما يقدرش يسيبني. بعدين يعني يرضي حضرتك ان احنا نسيب بعض؟ والله انا مش فاهمه ليه ابوكي رجع في كلامه، عايزني جنبه وما قالش من الاول ليه. شوفي يا طنط، لو حضرتك مش هتسيبي الشقه دي بارادتك، ارجوكي ارجوكي ما تسيبيهاش. انت ايه رايك يا جان؟ حطي نفسك مكاني، لو انت مكاني هتعملي ايه؟ هدور على سعاده ابني طبعا، زي ما ماما وبابا بيعملوا معايا بالظبط. انت رايك كده؟ اكيد، اي اب وام بيحطوا مصلحه اولادهم اولا، بعدين بيبقى عندهم وجهه نظر كده، يعني انهم مش هيعيشوا قد اللي عاشوا. كتر خيرك يا ستي، ما انا كده كده ربنا هياخدني. ليه كده يا طنط؟ ليه؟ بعد الشر عنك، حضرتك فهمتيني غلط، انا ما اقصدش كده خالص. انا قصدي ان اكيد اللي يسعد عماد يسعدك، مش هو اغلى حاجه عندك؟ صح؟ صح. مبروك عليك يا عماد يا جان. انا ملاحظه يا طنط من ساعه ما جيت ما قلتليش مبروك. هديني قلتها لك يا ستي. الله يبارك فيكي. بس انا في حاجه مهمه عايزه اقولها لحضرتك، ارجوكي ما تتسببليش في اي احراج تاني. اللي انا حسيته ان حضرتك ما جيتيش الخطوبه ده عمل لي مشكله، اعتقد ان وجهه نظري وضحت. صح. خليك يا طنط مكانك، انا عارفه البيت ده كويس قوي. احنا في الطياره قال لي اتمنى ان ابني يتجوزك. طب كويس والله. يا بنتي ابنه مسافر امريكا ومش راجع تاني. سافري له انت. انت مجنونه ولا ايه؟ اسافر؟ بقول لك عايزه اكبر الشغل وافتح مصنع. الو، وحشتيني يا هبه، تخيلي. وانت كمان، ركبتي ولا لسه؟ انا خلاص دلوقتي رايحه اركب الباص. توصلي بالسلامه. بكره اول ما اصحى هكلمك الصبح على طول. اوكي، وانا هستنى تليفونك. ما تنسيش الصور. انا عايزه اقولك ان انا دلوقتي عماله اشوف الصور في الكاميرا، وعايزه اقولك ان الصور تحفه، بلس ان كمان اليومين كانوا يجننوا. وانا كمان اتبسطت قوي يا حبيبتي. طيب اوكي خلاص، هكلمك الصبح. اوكي اوكي ان شاء الله. توصلي بالسلامه، باي. هلو. هاي. ازيك؟ ايه بنتي، انت جيتي امتى؟ الفجر. وشرم عجبتك؟ تحفة، الجو هناك مختلف جدا. مختلف ازاي يعني؟ قلنا حلو بس مفيش حاجة من اللي في دماغك. وانت عرفتي منين اللي في دماغي؟ ما انا عارفاكي. تشربوا ايه؟ لا خليكي قاعدة ما تتعبيش نفسك. خلصوا، تشربوا ايه؟ عندك جرين تي؟ عندي. عايزة واحد جرين تي؟ حاضر. وانا عندك نعناع؟ عندي شوية نعناع. اوكي. انا واي. ايه؟ في ايه؟ مش فاهمة حاجة. ايه الغباوة دي؟ ايه مش فاهمة حاجة أصلا. في ايه؟ بجد في ايه؟ أنا عايزة أعرف في ايه؟ حامل؟ يا دي النيلة. ليه؟ يا بنت مش أنا، مش أنا. دي حاجة حلوة. هي جان فين؟ احتمال تيجي. ما عندهاش دم، ما عندهاش دم، دي كانت المفروض تيجي.
براحتها، اكيد عندها ظروف. في هديل؟ نعم. هي جان كلمتك النهارده؟ لا. ليه؟ ايه ده؟ في ايه؟ والله يعني ايه؟ عيبك ان انا بعرفك من عينيكي. يعني ايه؟ عموما انا كده كده كنت هقول لكم. تقولي ايه؟ في حاجة حصلت وانا مسافرة؟ في يا هبة. انا حامل. ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ انتوا هتمثلوا؟ ما انا عارفة ان جان اكيد قالت لكم، هي ما بيتبلش في بقها فول. وعموما لما انا قلت لها برضه ما عرفتش تقول كلمتين على بعض ونزلت. من مين يا سارة؟ مش متأكدة. انا شاكة في اتنين حسب الحسابات. يا عاصم يا نور. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. وحتى لو كان واحد منهم انا مش هتجوزهم هما الاثنين. اولا هما الاثنين ما ينفعوش، ثانيا هما الاثنين ما لهمش ذنب، ثالثا بقى وده الاهم انا ما بحبش ولا واحد فيهم. اوكي يا ساره. اوكي انتي حامل بقى في قد ايه؟ عشان وقت مهم جدا للدكتور اللي هينزل البيبي. وانا عندي الدكتور، انا البت زينب خدتها خدتها فله كده، البت كده زي الفل. وانت كمان ما عندكيش دكتور؟ ساكته ليه؟ بسمعك. على العموم انا بفكر ما نزلوش. يعني ايه؟ يعني بفكر اسافر انجلترا او امريكا، اقعد شويه هناك لحد ما اولد وبعدين اكتب البيبي باسمي. يعني الواد هيبقى اسمه تامر ساره؟ أو حنان سارة؟ هكتبه باسم عيلة أبويا يا هديل. ماشي أنا معاكي، لما ترجعي بقى هتقولي لباباكي ومامتك إيه؟ إن أنا اتبنيته عادي يعني. يا جماعة أنا حاسة إن أنا قاعدة في فيلم هندي هابط. والنبي حد يقول لي، أنتِ هتقولي حاجة؟ حد يقول لي اللي بيتقال ده فيه منطق ولا ما فيهوش؟ ما فيش حاجة اسمها منطق يا هديل. كل واحد عنده المنطق بتاعه اللي بيمشي عليه. سارة أنتِ مش خايفة؟ مش زعلانة؟ لا أنا بفكر، اتعلمت إني أفكر. أنا آسفة، أنتِ صح وأنا غلط. يعني إيه بقى الكلام ده؟ أنا كنت فاكراكي زعلانة وخايفة، وآية قالت لي لأ، سارة مش هتكون كده. الظاهر إن أنا بخاف عليكي أكتر ما بخاف على نفسي. انت ياما ما تقولي حاجه، مش عايزه ولا وعظ ولا كلام. اسكتي بقى، اللي انت هتجيبيه ده اسمه ابن حرام، ده ما فيهوش منطق يا ساره. لا دين ولا قران ولا حتى اللي بيعبدوا البقر يرضوا بكده. ساره في حاجه اسمها انساب، ربنا عمل شهور العده عشان ما يحصلش اختلاط انساب كده. الولد مش هيعرف مين ابوه ولا مين جده، وهيفقد حتى حقه في الميراث. انت لو نزلتيه تبقي بترحمي. ما اقدرش اموت روح. ما هو كده كده ميت، لو نزلتيه هتريحي ولو سبتيه هتموتيه واحده واحده. خليه عندك رحمه. خلاص خلصتوا؟ ساره حبيبتي احنا كلنا بنغلط، بس في غلط بيتصلح وفي غلط ما ينفعش اصلا يتصلح. ركزي معايا، انت ما قدامكيش غير حل من الاثنين، يا تنزلي البيبي يا تتجوزي ابوه اللي انت مش عارفه هو مين فيهم، وانت اصلا مش هتعرفيه. نزلي يا ساره احسن. انا مش هنزله، انا لسه بفكر هعمل ايه. خلاص نفكر معاكي. ده مش اسلوب ناس بتفكر يا هبة. يا غبيه، كلنا بنحبك وخايفين عليكي، افهمي. وفي حاجات يا ساره ما ينفعش اصلا تاخد وقت في التفكير. انا كده، انا اتعلمت ان انا اخد وقت في التفكير، ده الفرق ما بيني وبينكم. بصي بقى، انا هقول لك اخر كلام عندي. انا مصاحباكي ومع بعض طول الوقت ده على الخير وعلى الشر. فيكي مميزات وفيكي عيوب تقرف، زي ما احنا كلنا فينا ميزات وفينا عيوب. لكن عمري ما كنت اتخيل انها توصل بيكي انك تمشي على حل شعرك للدرجه دي. والمصيبه انك مش حاسه انك بتعملي حاجه غلط. انا ماشي على حل شعري يا هديل؟ ماشي على حل شعرك. لما تبقي مش عارفه ابو ابنك اللي في بطنك ده يبقى مين، تبقي ماشيه على حل شعرك. طب وليه؟
قوليها مظبوط بقى، قولي ان انا هوكر واقولها ليه؟ ماتي بنفسك قلتي هديل. ايه في ايه؟ مش دي حقيقه؟ من ساعه ما كانت عماله تطبطب وداتي ونقول بالراحه هتفهم، ما بتفهمش ما تفوقوها بقى. قولولي قولوا ان انا هوكر زي ما الهانم بتقول. هديل ما ينفعش نتخانق. انا مش عايزه اتكلم معاكي اصلا، لما جبتي تفوقي وتعقلي تبقي تتكلمي معايا. انا مش مجنونه. لا مجنونه. انا مش مجنونه، انت اللي مش عارفه تعاملي ازاي مع جوزك. على الاقل جوزي، وعارفه انه جوزي. حلو قوي انك عارفه انه جوزك، بس انت ما تعرفيش انك مراته، ولا عارفه ازاي تتعاملي معاه عشان تحافظي عليه. انا مش هرد عليك يا هديل، ولا هغلط فيكي زي ما انت غلطتي فيا. عارفه ليه؟ عشان انا بفكر، لكن انت حتى مستكتره عليا اني افكر عشان فاكره ان انت صاحبتي. ولو هو ده مفهوم الصداقه بالنسبه لك، فانت لازم تعيدي مفهوم الصداقه من اوله. ايه تعالي روحيني، انا عايزه امشي. حاضر، هكلمك بكره الصبح. سارة هديل ما تقصدش، انت عارفة دي طريقتها. من فضلك يا هبة سيبيني لوحدي دلوقتي. لا مش هسيبك يا سارة. أرجوكي يا هبة سيبيني لوحدي. اتشعلق في عربيتك دي. ايوه كده، ايوه. ايه بقى احكي لي ايه اللي حصل؟ اسكتي بقى لحسن ساره وهديل خانوا خناقه جامده جدا. سيف اصحى. في ايه؟ حضرتك نسيت الفيلم بتاعك شغال ونمت. اعملك ايه بس، ما انا قاعد طول النهار لوحدي في البيت زهقت. زهقت وانا كمان يا اخي زهقت منك. هديل من فضلك انا مش عايز اتخانق، بعدين والله العظيم انا ماليش غيرك في الدنيا. انت بتشتغلني ولا بتشتغل نفسك؟ بطل بقى القرف اللي انت عايش فيه ده. طب ليه بتغلطي في الكلام؟ علشان مفيش حاجه بشوفها الا غلط. انت السبب. بعدين انا والله ما خنتك ولا يوم في حياتي خنتك. مجرد انك تتفرج على واحده وتعجبك وتتخيل نفسك معاها، بالنسبه لي دي خيانه. ده كلام ما يرضيش ربنا. ويرضي ربنا انك تتفرج على افلام بورنو وانت راجل متجوز؟ ايوه ما انا راجل متجوز وانت مانع نفسك عني. عايزاني اعمل ايه؟ دي ابسط حاجه اعملها. وانا قلتها لك قبل كده كتير، كنت بتبقى نايم معايا وبتخلص وبتقوم تتفرج على افلام. انت مريض يا سيف، you have to face it. مريض. انا لو كنت بعمل كده وبتفرج ده عشان انا مش عايز اخونك. بعدين انت ممكن تساعديني، فكري ازاي تخليني ما اتفرجش على الافلام دي. وقلت لك قبل كده انت عايز واحده من الشارع تعمل اللي انت عايزه، وانا مش طريقتي دي، وانت عارف كده كويس. ده برضو كلام ما يرضيش ربنا. وانت ما حببتنيش في اي حاجه عايزها، انت بالنسبه لك الموضوع اداء واجب. أنا كنت ببقى في حضنك وبتخلص وبتديني ظهرك وتنام. بلاش أتكلم، في كلام كتير ممكن يجرح. ومين السبب في ده؟ وبعدين يا هديل أنا عمري ما خنتك عشان بحبك. أقول لك على حاجة تعملها. سيبني ودور على واحدة تانية تساعدك. مقدرش، دي لو سبتيني اموت، لاني بجد بحبك والله العظيم بحبك. انت حبك جوايا زي الادمان، مقدرش ابعد عنه. ده انا حتى لو حاولت اخونك مش هعرف. بحبك جدا.
بحبك قوي قوي.